اي زائد بي على سي. صوتي واصل بشكل جيد؟ اه تمام. يعني لو قلنا مثلا 3 و5 مثلا، 3 و5 على 7، هذا نفسه كأني عم بقول 3 زائد 5 على 7، تمام؟ أما الكلام يختلف عن هذا، لا يساوي 3 ضرب 5 على 7، لأن 3 ضرب 5 على 7، الـ3 مقامه 1، بضرب 3 في 5 15 و7 ب1 7، هذا هو، تمام؟ تمام. نجي لهون، شلون بنركب كسر؟ يعني مثلا هي 3 و2 على 5، نضرب بقول 3 المقام ب 5 5، ايوه نضرب هون ونجمع عليها 2 ونطلع هون، زائد ايوه 2. بصير 17 على 5. ونفس الشيء لو قلنا 3 زائد 2 على 5، بدي اوحد المقامات، بدي اضربهم ب5 هون ب1، واحد المقام المشترك 5، 5 في 3 15، زائد 2 في 1 2، يعني 17. إذن هدول الشيئين متماثلين تماما، متماثلين تماما. طيب نجي على الفقرة اللي بعدها. طيب هلا في شيء اسمه الكسور المتناسبة. يعني مثلا 4 على 10 هي نفس 8 على 20، ليش؟ ونفسها هي 2 على 5، لأنه هي ناتجة ضربة ب2 ضربة ب4 إلى آخره. كمان ممكن أحصل على نسبة ثانية، 12 على 30 نفسها، هذول اللي اسمهم نسب متكافئة. 3 على 7 أيضا نفسها هي 9 على 21. طيب هلا لما بكون عندي كسور مقامات موحد، الأمور بسيطة صح؟ لأنه المقام راح يطلع 2، وهي 1 ناقص 3 هي ناقص 2، 2 مع 2 بتروح بصفي ناقص سالب واحد 1. هون نفس الشيء، مقام 3، 1 و2 3، 3 على 3 1. هون لا، هون نحتاج إلى واحد واحد المقامات، توحيد المقامات، بضرب هون ب2 هون ب1، المقام مشترك 4، 2 في 1 2، و1 في 3 3، تصير 5 على 4. لحد الآن عم نحكي الحين كلام بسيط جدا صح؟ نفس الشيء هون، موضوع توحيد المقامات، موضوع توحيد المقامات. طيب رح اروح على هلا، مو دائما على فكره توحيد المقامات هو الشيء الاساسي في الموضوع، لكن مرات ممكن اذا فكيت الاقواس يروح شيء مع شيء. لاحظوا بالمثال هذا اللي حطيت جنبه نجمه، لاحظوا نزع الاقواس، الاقواس اصلا ما إلى داعي، بتصير زائد نص وناقص نص مع بعضهم بروحوا، 1 ناقص 3 بيطلع الجواب ناقص 2. أما هون في أعداد إلى مقامات وأعداد ما لا مقامات، بنجمع الأعداد ما لا مقامات هي 3، وهي عندي ناقص 3 على 4 ناقص 3 على 5. طيب هون بوحد المقامات، بضرب هون ب5 هون ب4، فبصير 3، وهي ناقص لأنه تنتيناتهم سلبات، وهي مقام 20 بدون إشارات لأنه طلعت النقص عن المشترك، 5 في 3 15 و4 في 3 12، 12 زائد 15 27. طيب هلأ المقام المشترك راح يكون 20، هلأ 20 ضرب 3 60، 60 ناقص 27 33. طبعا لا يمكن اختصارها أكثر من هيك لأنه ما في شيء مشترك بين 33 وال 20، تمام؟ تمام. طيب هلا هون ايضا لاحظوا، لاحظوا هون عندي 3 على 5 ناقص 3 على 5 بروحه، طب هون ناقص 3 زائد 3 كمان بروحه، ضل عندي 9، اذا هذا الجواب. تمرين بهالبساطه هي. ايضا ايضا هون لاحظوا لو نزعت الأقواس لأنه ما إلى داعي لأنه بيناتهم زائد، ناقص نص وزائد نص راحوا، ناقص تلت وزائد تلت راحوا، ضلوا هدول، مقام المشترك راح يصير 20، بدي أضرب هون ب4 وهون ب5، فبتصير 5 ناقص 4 يعني 1، يعني 1 على 20 الإجابة هي الأولى. لاحظوا هون الملاحظات اللي على طرف هون، عطيني
في شيء اسمه خط كسر أساسي. وين خط الكسر الأساسي هون؟ هذا اللي حطينا عليه خط أحمر. A على B على C. هلا هاي السي تطلع بتضرب بالA، فبتصير A ضرب C على B. أما إذا كان خط الكسر الأساسي هاد فهذا المقام رح يضرب في المقام، فبتصير A على B ضرب C. تمام لهون؟ تمام. هلا عم بحكي على موضوع مقلوب عدد. مقلوب عدد يعني انه واحد على العدد، يعني اثنين قوة ناقص واحد هي واحد على اثنين. إذا كان كسر خمسة على ثلاثة قوة ناقص واحد هي ثلاثة على خمسة. هذا ببساطة تامة. هلا أستاذ مقلوب العدد هو بيغير إشارة بس الأس ما هيك؟ أما إشارته الأساسية لا بتضل نفسها. إشارته الأساسية ما بقرب عليها، مش مو بغير الأس. مقلوب عدد يعني لو قلت لك مثلا 9 قوة ناقص 1 تعني 1 على 9. هلا في شغلة تانية كمان، لو قلت لك مثلا 3 قوة 2 كم؟ 2 على 9. طب 3 قوة ناقص 2 كم؟ هي 1 على 9. 1 على 9 تمام؟ تمام. طيب هلا بنجي على موضوع ضرب الكسور. لما بنضرب كسرين بنضرب البسط في البسط والمقام في المقام، لكن اولى من الضرب انه اذا في اختصارات اختصر، يعني بين البسط والمقام حتى لو بين كسرين كله كسر مع الكسر الثاني. طيب الثلاثة وال في واحد ثلاثة وأربعة في اثنين ثمانية، ما في شيء مشترك أصلا. هون خمسة في ستة في واحد ستة، وهون خمسة في سبعة خمسة وثلاثين. هلا هون قبل ما أضرب بختصر، هاي بتصفي 2 إذن الجواب هو 2 على 5. هون 9 و 3 بضل 3 تحت، 2 وال 4 بضل 2 تحت، إذن المقام صار 6 والبسط 1. هلأ قسمة الكسور لما بكون عندي A على B قسمة اللي بحطوها بالكتاب رمزولة بالنقطتين، C على D بقول له بحول العملية ضرب A على B ضرب البسط في المقام D على C. إذن مثل ما هون عندي إذا نص ضرب 3 على 1، إذا بتصير 3 على 2 الجواب. واضح لهون؟ تمام. طبعا الدرس ما هو معمول مشان كل هدول، هدول كلهم بتعرفوهم، يعني أعتقد إني بس مراجعة سريعة لهم. لاحظوا هون عندي 1 على 7 تقسيم 6 على 7، 7 مع 7 بتروح بصفي جواب 1 على 6، أو بقول 1 على 7 ضرب 7 على 6، 7 مع 7 الباقي بحياتكم ضل 1 على 6. 1 على 1 على 3 مقلوب الثلث 3. هلا فيني اختصر مقامين مع بعضهم ضل بسط على البسط، يعني 1 على 3. ايضا فيني اعمل ما يلي انه هون ايضا هون 1 على 6 على 2، 6 بتضرب ب 2 بصير 1 على 12. 1 على 5 على 10، 5 بتضرب بال 10 بتصير 1 على 50. لو جينا على هذا المثال البسيط جدا هون 3 على 1 على 2 ناقص نص، 1 ناقص 7 على 2. هلا ال 7 على 2 شو قد هي؟ 3 ونص. طب 1 ناقص 3 ونص؟ 2 ونص. 2 ونص. ناقص 2 ونص، مو ناقص 5 على 2. طيب او باسلوب اخر بسويها، حطينا مقام راح يكون 2، 1 ضرب 2 2 ناقص 7 5 ناقص 5. طيب 2 راح نص 1 ونص. طب 1 ونص 3 كم 1 ونص فيها؟ 2 2. هاي هون في ضرب، إشارة ضرب بيناتهم. 2 مع 2 بتروح بطلع الجواب ناقص 5. خلصنا. صعبة؟ لا. طيب بنروح على البعدة. لاحظوا هون عندي الكسر التالي نص ناقص 5. هلا فيني أحطها بالشكل التالي، هاي كسر مقامه 2، 1 ناقص 5 في 2 10 زائد هاي مقامة 3، 1 ناقص 3 في 3 9.
على مقام ستة، اثنين بستة 12 ناقص خمسة. لو حطيته بلون أحمر أحسن. طبعا هاي مضروبة ضربا في مقامه اثنين ثلاثة ناقص ستة. واضح اللي سويته؟ طيب واحد ناقص عشرة ناقص تسعة على اثنين، واحد ناقص تسعة ناقص ثمانية على ثلاثة، هون سبعة على ستة، وهون ناقص ثلاثة على اثنين. طيب هلأ فيني أختصر ما يلي يساوي هاي خط كسر كامل، هاي الثلاثة مع هاي الستة بضل هون اثنين، سبعة هون ضل صار عندي بالمقام ناقص سبعة، وتحت اثنين في اثنين أربعة لأنه هن كسرين مضروبين ضرب. هون بدأ واحد المقامات بضرب بثلاثة وباثنين بصير المقام المشترك هو ستة. هلأ بيطلع ناقص لأنه تنتين هتون سالب، ثلاثة في تسعة 27 واثنين في ثمانية 16 ومجموعهم 43. هاي 43. طيب هلا الاختصار المتبقي الوحيد عندي هو اني اختصر هاي على 2 بضل 3، هاي على 2 بتضل 2. هاي 2 راح تضرب ب 43، طبعا الناقص راح يمشي مع الناقص، وهي 3 راح تضرب ب 7، اذا بصير الجواب 2 ضرب 43 هو 86 على 3 ب 7 21. هلا هو السبب انه صعوبه الارقام هون، الارقام ما انها سهله. طيب لو جينا على الكسور اللي على طرف ممكن تساعدوني في ايجاده. يلا 1 على 1 على 2 كم هي؟ نص 2. 1 و2 3. طيب 1 على 1 على 3 ناقص 3. 1 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 2. طيب 2 ناقص نص كم؟ 1 ونص، يعني 3 على 2. مقلوب 3 على 2 2 على 3. المقام مشترك 3، 3 في 2 6 ناقص 2 4. 1 زائد نص 3 على 2 مقلوبة 2 على 3 2 على 3 زائد 1. شوفوا لما بكون عندي واحد زائد أي كسر بحط المقام نفسه، والبسط بكون مجموع البسط والمقام يعني خمسة. واحد زائد كسر أي على بي، المقام بي والبسط أي زائد بي. هاي قاعدة مع الواحد. ماشي؟ تمام. طبعا ما هو مشان كتر القواعد، لا مشان يصير أسهل الموضوع. طيب واحد ناقص تلت، واحد ناقص تلت تلتين، تلتين مقلوب التلتين ثلاثة اثنين خمسة، واحد وخمسة خمسة على اثنين. أوكي إذن الأمور تحت السيطرة الآن. طبعا هيك التمارين وارد جدا إنها تجي بالامتحان، وارد جدا. طيب هون منين بنبدأ؟ واحد ناقص نص كم؟ نص. الواحد كم نص فيها؟ اثنين، أو واحد على واحد على اثنين هي اثنين. خمسة على اثنين ناقص اثنين نص. تقسيم هون واحد ونص كم هاي؟ ثلاثة على اثنين، اثنين مع اثنين بتروح، نص ناقص تلت. نص ناقص تلت كم؟ نص ناقص تلت. المقام المشترك ستة، ثلاثة ناقص اثنين واحد، إذن واحد على ستة. الآن نص ضرب ستة على واحد، ستة مع اثنين بتصفي ثلاثة، إذن جواب هو ثلاثة، هذا هو الجواب. تمام؟ تمام. جينا على شيء اسمه الكسور المنتهية والكسور غير المنتهية. نبدأ بالكسور المنتهية. الكسور المنتهية واحد زائد تلت، هاي بقى شلون بدنا نشتغل فيها؟ لاحظوا معي، نبدأ من آخر مكان. واحد زائد تلت كم؟
أربعة ثلاثة. حلو، أربعة ثلاثة. مقلوبة كم؟ ثلاثة على أربعة. ثلاثة على أربعة. واحد زائد ثلاثة على أربعة كم؟ سبعة على أربعة. سبعة على أربعة. مقلوبة كم؟ أربعة على سبعة. أربعة على سبعة. زائد واحد؟ حداشر على سبعة. إداعش على سبعة. مقلوبة كم؟ سبعة على حداشر. سبعة على إداعش. سبعة على إداعش. زائد واحد؟ تمنتاشر على حداشر. خالص سهلة؟ بدها شو تركيز زيادة عن اللزوم. يلا روح على البعده. هلأ هون لاحظوا هدول اسمهم كسور غير منتهية. كسور غير منتهية. لاحظوا معي، نبدأ بالتمارين اللي على طرف. طبعا هون في شغلة، بدل الخمسة هون حطوها نقط نقط إلى آخره، يعني هي ماي خمسة نقط إلى آخره. طيب 2 زائد 3 على 2 زائد 3 على 2 زائد 3 على 2 إلى آخره إلى آخره. الجواب هذا 2، الجواب هو 3 العدد اللي بعده. طب هون هاي الزيادة عم بتصير على المقام، وهي الزيادة عم بتصير على البسط. كمان 4 زائد 4 زائد على 5 زائد 4 على 5 زائد إلى آخر، زيادة عم بتصير على البسط. كمان جواب 4 بنضيف له 1 طلع 5. لكن كيف صار؟ تعالوا نبرهن الموضوع بشكل بسيط. ركزوا معي شوي. راح اسمي هذا الجواب اكس، اوكي؟ شايفين هذا اللي راح بحط عليه دائره الان؟ الا يشبه الشكل الاساسي؟ كمان معناته هذا اكس. يعني صار عندي 2 زائد 3 على اكس يساوي اكس. حتى اخلص من الاكس هي بالمقام، بضرب المعادله كلها، نضرب المعادلة بإكس. إيش بصير؟ 2x زائد 3x على x 3 يساوي x في x x مربع. بنقلون للطرف الثاني بصيروا يساوي الصفر. x مربع ناقص 2x ناقص 3. طيب الآن بنفتح قوسين، نبحث عن عددين مجموعهم ناقص 2 وضربهم ناقص 3. 3 واحد. هاي بتعطيني إما x تساوي ناقص واحد أو تعطيني x تساوي إلى ثلاثة. طبعا هذا شيء مرفوض، هذا شيء مقبول. طبعا ليش؟ لأنه عندي مجموع مقادير موجبة، أكيد ما راح يعطيني سالب. إذن برهن أنه هي القيمة ثلاثة. واضح البرهان أو واضح الحل؟ تمام. في حدا عنده مشكلة؟ أستاذ واضح الحل، بس هلأ أنت لما لما قلت لنا انه 2 زائد، يعني قلت زائد قلت زائد 1، انه هيك احنا فورا بنحط 1 بنعوض بدل هالكسر. بالضبط. يعني ما في شيء مثلا نتاكد منه او ننتبه عليه، انه يعني مره بالدوله الاعداد متقاربه، بس الاعداد قريبه من بعضها. تمام. طيب شوف شلون هون لو سمينا هذا اكس، هذا طبعا اتفقنا انه هذا الى اخره مي خمسة. هاي لو هذا اللي حطيت عليه دائره مو هو نفس الشكل الاساسي فهو اكس. فأربعة زائد اكس على خمسة ايش تساوي؟ اكس. هاي لو راحت للطرف الثاني مو بتصير سالبه؟ أربعة تساوي اكس ناقص اكس على خمسة. لو وحدنا المقامات بدي اضرب بخمسة، فبصير أربعة تساوي 5x ناقص x 4x على 5. الأربعة مع الأربعة بتروح، إذا x على 5 تساوي الواحد، معناتها الـ x تساوي إلى 5. واضح؟ تمام. طيب هلا أنا أمام شغلة تانية، نمسح. لاحظوا لي هون 1 زائد x على 1 زائد x على 1 زائد إلى x على بلا بلا بلا، هذا كله يساوي خمسة. هذا اللي أحطه ضمن دائرة، ألا يشبه الشكل الأساسي؟ أي يعني خمسة. كويس، معناته صار واحد زائد إكس على خمسة تساوي خمسة. طب واحد وش قد بيعطيني خمسة؟ أربعة.
حلو، معناتها اكس على 5 تساوي 4، معناتها الاكس ايش تساوي؟ 20. خالصة. تمام لهون؟ تمام. هلا بنجي على موضوع مقارنة الكسور. هلا مقارنة الكسور لما المقامات متساوية البسط أكبر هو الأكبر، هي معروفة صح؟ طب هاي نفس الشيء، هاي لو ضربتها باثنين بتصير ناقص 6 على 2، صاروا الناقص 5 أكبر من ناقص 6 لأنه المقامات متساوية، فالبسط البسط أكبر هو الأكبر. طيب هون أي عدد موجب أكبر من أي عدد سالب؟ نفس الشيء هون صح؟ هاي المقارنات بسيطة. نجي على الشيء الأكثر تعقيدا أو أكثر تركيبا، خلينا نقول عددين واحد موجب واحد سالب، أكيد الموجب أكبر منه، يعني وإن كانوا متساويين بالقيمة متعاكسين بالإشارة. طيب لما المقامات متساوية قلنا البسط أكبر هو الأكبر. طيب لما البسوط متساوية مثل هاد 6 على 5 و6 على 4، المقام الأصغر هو الأكبر. يعني عليك هذا الكلام 7 8 7 4، إذا بنسى السبعات، مين الأكبر؟ الأربعة، الصغير فهو الكبير، فكسره الكبير. نفس الشيء أي عدد موجب أكبر من الصفر وأي عدد سالب أصغر من الصفر، هي المقارنات البسيطة. أما بنجي لعند هذا التمرين، التمرين هذا محلول بالكتاب بشكل خطأ، يعني هذا الحل خاطئ. تعالوا نشوف نستنتج قاعدة بسيطة. لاحظوا هلا إيش الفرق بين الكسر، خلينا نقول واحد على اثنين هي نص وخمسة على عشرة، إيش الفرق بيناتهم؟ خمسة على عشرة هي نص برضه، وخمسين على مية نفس برضه، هي نفس النسبة صح، كنسبة نفسها. بس اليوم لو كان عندك مثلا قطعة بيتزا أو قطعة جاتو، لو قسمتيها بالنص واحد من أصل اثنين أخذني نصف قطعة الجاتو أو البيتزا. كل ما العدد يكبر كل ما تصغر؟ لا لا لا، بس اميز لك بالتعبير الرياضي، او خلينا نقول التعبير البسيط. اوكي، لو عندي هاي قرص جاتو قسمته بالنص، هذا واحد من اثنين وهذا واحد من اثنين صح؟ لو اخذنا هاي كل واحدة منهم واحد على اربعة، كل واحدة منهم واحد على اربعة، ايش صار بقرص الجاتو؟ انقسم اكثر صح؟ لو قسمته لمئة قسم المقام بيصغر. أخذت 50، أنا 50 قسم من 100 نصه كمان. هذا التقسيم هو تقسيم أنعم أو أدق من التقسيم واحد على اثنين صح؟ أي يعني أنا قسمت قرص الجاتو لمئة جزء، صحيح أخذت 50 جزء مثل نفس النسبة تماما اللي أخذتها، هاي هي 50%، مو هيك؟ بس هذا التقسيم صار اسمه تقسيم ناعم صح؟ بس بدي نفهم الفكرة مشان ننتقل لهي الفكرة اللي بعدها. لاحظوا شايفين هذا المثال 23 على 27، أول شيء البسط أصغر من المقام بكم؟ 4. طيب وال 25 على 29 كمان البسط اصغر من المقام بكم؟ 4. وال 37 على 31 كم على 41 كمان البسط اصغر من المقام بكم؟ 4. الارقام الاكبر هي الاكبر، علما انه الفرق ثابت، لكن نحن هون شرطنا انه تكون النسبه اصغر من الواحد، عرفت شلون؟ النسبه اصغر من واحد، لذلك هون الحل خاطئ. لاحظوا هون، تعالوا نطبق هذا الكلام. لاحظوا البسط أصغر من المقام باثنين في كل النسب صح؟ مين النسب اللي النسبة اللي أعدادها أكبر؟ سي سي سي، إذا أكبر شيء هي السي. سي أكبر شيء، بعدين البي B. بعدين الأي. طب نفس الشيء هون، لكن هون الأعداد سالبة، كمان الحل خاطئ، هون الأعداد سالبة صح؟ بغض النظر عن الأعداد السالبة، أول شيء منطلع مين أنعم؟ سي سي هي، سي هي لو كانت موجبة سي هي أكبر شيء،
بعدين بي بعدين A. لما ضربنا بسالب تغيرت معي التراجح صح؟ تعال شوف هاي طلع الفرق بين الواحد واثنين البسط أصغر من المقام بواحد البسط أصغر من المقام بواحد البسط أصغر من المقام بواحد إيه؟ يمكن هذا أوضح مثال لو أنا قسمت قارب الجاتو إلى قسمين أخذت واحد لو قسمت قسمته ل 16 جزء وأخذت 15 وقسمته ل 52 وأخذت 51 واضح إنه ال 51 على 52 أكبر أظن هلأ هذا المثال أوضح شيء تمام طيب الفكرة المضادة أو الفكرة اللي بتكون معاكسة إلى تماما لاحظوا لما بكون البسط أكبر من المقام الأرقام الأصغر هي الأكبر لاحظوا 36 على 31 أكبر البسط أكبر من المقام بخمسة 24 على 19 كمان البسط أكبر من المقام بخمسة و12 على 7 كمان البسط أكبر من المقام بخمسة إذن لما بكون البسط أكبر من المقام الأرقام الصغيرة هي الكبيرة طبعاً عم نحكي بالنسبة لأعداد فرقة ثابت لكن لو جينا مثلاً نقسم 2 على 5 و3 على 7 مين أكبر هيك بشكل بسيط ممكن أقول لو ضربت هاد بهاد وهاد بهاد 2 ب7 و3 ب5 مين أكبر 2 ب7 3 في 5 اذا معناتها 3 على 7 اكبر من 2 على 5 في شيء اسمه ما بعرف بالعربي الفصيح ايش هو التقدير ممكن يسموه تقدير النسبه ممكن اوكي مين معنى حلبي انا في شيء اسمه الشقشله الشقشلة 2 على 5 لو بدي أقدرها كنسبة بضرب 2 البسط ومقام 4 من 10 يعني هي نفسها 40% صح؟ كمان 3 على 7 صح شوف شلون بدنا نقدرها هي بدي أضرب البسط ومقام ب 7 صار 21 على 49 لو ضربتهم ب 2 هي صارت تقريبا 42 على 98 صح؟ هي تقريبا يعني لو هيك قربت من 42% ما يعني نسب متلاصقة على فكرة قراب من بعضهم كثير فشقشلة 3 على 7 تقريبا هو بحدود 42% وال 2 على 5 تقريبا هو 40% فأكيد 42% أكبر من 40% مو؟ طبعا احنا عم نحكي بدون استخدام الآلة الحاسبة ها عشان تعرفوا مفاجأة هي انه الآلة الحاسبة ما موجودة بالامتحان طيب ممكن تعيدها؟ ممكن والشقشلة اللي انا ما عرفتها يعني هلا اذا سمعت الشقشلة اللي شو لازم افهم؟ النسب التقديرية الحلبية تقدير 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 النسبة 2 من 5 شد هي لو ضربت ب 2 ضربت ب 2 4 على 10 ضربت ب 10 صارت 40 على 100 يعني هاي تقريبا 40% هاي حسبة ختايرة يعني ايه و3 على 7 لو بدي اشقشلها شوف 3 من اصل 7 طب لاحظوا ال 3 على 7 نص ال 7 شد 3 ونص 3 ونص اي هذا اصغر من 50% وهذا اصغر من 50% طيب انا ضربتها ب7 مشان اوصلها ل49 صارت 21 على 49 49 قريبه من 50 لو ضربتها ب2 ضربتها ب2 بتصير على 100 او عفوا 98 وهي 42 ايه يعني هي تقريبا قريبه من 2 من 42 ممكن تكون هي اقل يعني شوي لو لانه بدي ازيد 2 هون حتى يصير 100 بس هي يعني أكيد أكبر من 40% صح؟ تمام هلحظ أنت مرة عم تضرب بالبسط ومرة بالمقام لا بالبسط والمقام سوا ما بصير مرة لا أستاذ أنت فوق ضربت فيه 2 وجوا فيه 7 لا على مدونة لا فوق 2 ب2 فوق تحت لا الجوة
انت ضرب ما ضربت البسط، ضربت المقام. وين جوا ما ضربت؟ هون 3. ايه شوف 3 على 7 ضربت البسط ب7 والمقام ب7، ما بصير اضرب لحالي البسط لحاله والمقام لحاله، ما يعني بصير. يقصدوا، يعني يقصدوا انه ليش ما ضربته بثلاثة؟ على قول تقرب. انا عم بحاول اقرب ال 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 السبعه، عم بحاول اقربها ل100 ل10، عرفت شلون؟ اي صح. يعني بحاول اسويه كسر عشري او كسر مئوي. نعم واضح؟ تمام. هلا مثلا الواحد على خمسه، الواحد على خمسه شلون بقدرها؟ هي واحد على خمسه بضرب البسط والمقام باثنين، بتصير اثنين من اصل 10، يعني هي 20 على 100، يعني هي 20%، وهذا ما يسمى موضوع الشأشله. تمام، معناتها نحن يعني ما من يعني ما من يعني مو شرط الارقام الموجوده عندنا هي بنضرب لحتى نقدر، يعني هلا لا انت استخدمت رقم اثنين. ايه ما بقدر ولا لا، انا عم بحاول اسوي المقام 10 بنتي، عرفت تمام علي شلون؟ أول أنا بحاول أسوي المقام 10، 100، 1000، أي شيء، عرفت شلون؟ يعني مثلا هلا لو قلت لك 7 على 125، طبعا ال 125 لو ضربتها ب 8، يعني هدول لازم واحد يعرفوا المفاتيح، 825 بيعطوني 1000، وهي 8 ب 7 56، عرفت شلون؟ يعني هذا صفر فاصلة 0.0056، هذا 56 بالألف. يعني هي هذا الموضوع اللي لازم كتير نكون شاطرين فيه، موضوع التعامل مع الأرقام، هذا ما يسمى الحس الرقمي. فهمتوا علي؟ نعم. لأنه بيسرع لي عمليات حسابية كتير، ونحن هون شغلتنا يعني بالامتحان قصتنا ما هي قصة معلومة، قصة سرعة. لأنه عدوك الأول هو الوقت. طيب هلا بنحكي على الاعداد اللي اصغر من الواحد، او عفوا الاعداد بين الصفر والواحد، هي لها خصوصيه. هون يسمى الفضاء صفر واحد، هذا الفضاء فيه ميزه، قال الاعداد اللي فيه كل ما رفعتها لقوة بتصغر، يعني نص رفعه للتربيع بصير ربع صغير، ما رفعه لقوة 3 1 على 8 صغير، قوة 4 1 على 16 وهكذا. إذا الأعداد بين الصفر والواحد كل ما رفعتها لقوة بتصغر. الأعداد اللي أكبر من واحد لا عادي، يعني الإكس أكبر من الواحد، لو قلنا مثلا 3، 3 ربعها بتصير 9، ربعها قوة 3 بتصير 27، قوة 4 1 8 وهكذا. إيه؟ هاي ميزة بالأعداد اللي بين الصفر والواحد كل ما رفعتها لقوة. طبعا شلون بنعرف إنه كسر أصغر من واحد ولا أكبر من واحد؟ إذا اجت قوة و... الكسر مثلا لو قلت لك 3 على 5 أكبر من واحد أصغر من واحد؟ أكبر. أكبر ليش؟ لأن البسط أكبر أصغر من المقام. أصغر من الواحد معناتها لما بكون البسط أصغر من المقام النسبة أو الكسر أصغر من الواحد. لما بكون بالعكس مثلا 7 على 3 هذا أكبر من واحد، هذا أصغر من واحد. البسط أصغر من المقام، الكسر أصغر من واحد، البسط أكبر من المقام، هذا يؤدي الكسر أكبر من واحد. ماشي؟ تمام. طيب هون صار يحكي لي هو عن موضوع الشأشلة، انه 3 بالعشرة هي 0.3، 2 بالعشرة 0.2، 11 على 1000 0.011. شلون بعرف اذا اكتب عجب هيك ولا هيك ولا هيك؟ يعني مثلا هي ليش ما كتبت 0.11؟ كم صفر عندنا تحت؟ 3. معناتها على يمين الفاصلة لازم يكون في عندي 3 خانات ورا الفارز. أيوة يمين الفاصلة، لأنه الأرقام
ما بتقول يعني مثلا 0.012 مشان الجهات، هاي الجهة يمين لأنه جهتك أنت، وهي الجهة يسار لأنه يعني ما بفكر إنه مثلا الدفتر ما هو يمينه يسارك ويسار، ما هو شخص قاعد قدامك، يمينك يمينه ويسارك يساره. نعم. إذا بتكون هون الخانات على عدد الأصفار، هون مثلا 13% 0.13. طيب هلا هون، هون طيب 2 على 3 شلون طلع معه 0.666666 الى اخره؟ اخذنا اعداد تقريبيه دوريه. مين بيعرف شلون سويتها هي هيك 2 على 3 شلون صارت معي؟ شلون تقسيم، تقسيم القسمة الطويله، هي القسمة الطويله وبعدين يضيف صفر فوق و بيعين عليك. هاي تعال نشوف مع بعضنا، 2 تقسيم 3 ما فيها، بحط لها 0 وبحط هون 0 فاصلة. 20 كم 3 فيها؟ 6، 6 في 3 18، طرحت ضل 2 حطيت 0، 6 18 2 0 6 18 طرح 2 0 6 وهكذا. هذا ضروري ناخذ هواية يعني نقسم هواية يعني ورا واحد؟ لا لا مو ضروري. هذا اصلا هلا الفكره اللي بعدها فيني اقول انه هذا عباره عن 0.6 وبحطه فوق خط بار. ليش؟ ليش قسمنا ال 23؟ شلون؟ 3 على 20، 20 على 3 قصدك، هي كانت 2 على 3 فهي اصغر فحطيت لها 0 وحطيت 0 فاصلة. تمام. طيب هاي صفر، بدل ما اكتب 0.666666 بكتبها بهالشكل هذا، واضح هذا؟ نعم. نفس الشيء 1 على 3 هو 0.333333. طبعا في اعداد كسور منتهيه وفي كسور غير منتهيه، مثلا هون 3 على 5 شلون بدي اكتب بشكل فاصلة عشرية؟ ضربت البسط المقام باثنين مشان صار المقام 10 البسط 6 فصارت 0.6. مثلا هون 2 على 5 20 هي 2 اها، ضربت على 4 صارت 100، ضربت ب 4 هون، ضربت ب 4 هون صارت 8 على 100. غلط هون 8%. طيب ليش ما غلط؟ ليش ما قبل الواحد يقسم 2 على 25؟ نفس الشيء، هاي 2 تقسيم 25 ما بدي بنفع تحط لها صفر صفرين، لازم تحط 0.0. يعني ايه هلا 200 كم 25 فيها 8 خلصنا 4 8 لا خلص 8 ضرب 25 200 اطرح صفرت. فالاضبط او الاسهل، اسهل من القسمه الطويله، انه نحن مباشره نضرب في العدد اللي بسوي لي ال 25 هو 100 مثلا، هاي 4 صارت 8 على 100 وكتبت 0.08. واضحة؟ طيب إذا ما في رقم نضربه بالعدد يعطينا يعني 100 أو 10؟ بحاول برجع لموضوع الشرشرة والتقدير، يعني بنحاول نقرب تقريبا إيه، بس يعني ما بيعطيني شكل دقيق مثل قبل شوي شفتوا 3 على 7 ما أعطاني شيء دقيق. إيه يعني لما يكون في رقم بنستخدم القسم الطويل، ولما يكون في رقم نستخدم انه نسوي مقام 10. بالضبط بالضبط. هلا ال 125 دائما هي حفظوها من 125 1000 مثل ما بتعرفوا 4 25 100 و 5 10 ايه. طيب هلا مثلا هي هذا الرقم 250 على 200، اول شيء طيروا صفر من فوق صفر من تحت، بعدين ال 25 بتقبل على 5 وال 20 بتقبل على 5 فبتصير 4 على عفوا 5 على 4
طيب خمسة على أربعة، الخمسة كم أربعة فيها؟ واحد، شو بزيد؟ ربع. طيب الربع شلون بكتبه؟ 25% صح؟ أي واحد وربع. طب أحاول أبعد عن أسلوبه، هو أسلوب صح وأسلوب بأسلوب تاني. يعني الربع يعني هدول أكتر شيء لازم نعرفهم، الربع هو 0.25%، النص هو 0.5، الثلاث أرباع 3 على 4 هو 0.775. تمام؟ هاي هي. طيب هلأ جينا لقعد. نعم نحن ممكنه اليوم مستعجلين كثير، يعني تخربط مخي. ما انا مستعجلين كثير لانه انا عم بحكي عن معلومات بسيطه جدا جدا جدا. يعني هلا لحظي هدول راح نتجاوزهم، مثلا 4 بالعشرة و6 بالعشرة. واحد. اها يعني هدول راح نعيفهم هيك. شلون بدي اقول لكم؟ لكم صفر نص او 0.5 و 0.3 0.8 هدول 0.9 هدول. هلا هون ممكن واحد يجمع 5 و1 6 بتصير 6 و16. لا هي عمليا 0.5 وهي الصفر حطوهم تحت بعضهم 0.11، ما في فوق شيء بحط صفر، عشان اجمع بتصير 61%. نفس الشيء طلعوا هدول التمارين. بدي انتبه لنقطة كتير مهمة هون بالجمع، اللي هي انه عدد الخانات يكون متساوي وقت الجمع، واذا ما متساوي هو متساوي هو متساوي هو متساوي متساوي، اذا ما متساوي بحط اصفار. نفس الشيء هون 9 و5 14، 4 باليد واحد، 1 و0 0 1، اذا 1.4 هذا الجواب. اوكي نفس الشيء هون، لاحظوا لاحظوا هون بعد الفاصلة في ثلاث خانات ثلاث خانات ثلاث خانات، بجمع بأريحية كل خانة كل رقم مع يعني 3 و8 11 و5 16 6 باليد 1 1 و1 2 و7 9 و1 10 0 باليد 1 1 و6 7 و3 10 وصفر عشرة، إذن صفر باليد واحد، ثلاثة وواحد أربعة، وثلاثة سبعة، واثنين تسعة، وظل عندي هذا الواحد الوحيد، إذن 19.06. شلون بقرأ الرقم؟ 19.06 بالألف. يعني بتحبوا جمع عمودي جمع أفقي، هدول أعتقد تجاوزهم يعني لا بأس فيه صح؟ طرح نفس الشيء. بس هون نقطة في مهم شغلة مهمة، إنه يعني لما بكون غير متساويات مثلا مثل هون ثلاث خانات هون خانتين هون بضيف صفر. أيوة نفس الشيء هون متساويات، فالأولى هون إنه نتركهم يعني شغلتهم فاضية بسيطة صح. نفس الشيء هون خانتين خانتين بطرح. وطرح استلاف، هذا طرح استلاف، في مشكلة بطرح الاستلاف؟ لا. حلو. 4 ناقص 1 3، الأحد والثلاثة الوحيد هاد خلصنا أو أول رقم واضح؟ يعني ما في داعي تكمل. مو يعني مو بالضرورة أنا أنجز العمل هون بالأخير للأخير، بس شفت أول شغلة ثلاثة ما في ولا واحد منهم موجود بأول خانة ثلاثة غير هاد 6 8، اذا مباشره اخذناها. تمام. طيب هلا جينا على ضرب الاعداد العشريه اللي فيها فواصل. لاحظوا 12% ضرب 13%. هلا 12 على 100 ضرب 13 على 100، الجواب بده يكون 10000 في المقام. طيب 12 في 13 150 56. أنا عندي أربع أصفار بقول 6 5 1 مشان يصيروا أربع خانات، صفر بعدين فاصلة صفر، إذا
صفر بقرا هذا 156 بالعشرة آلاف. نفس الشيء هون، واحد بالمئة واحد بالعشرة هو واحد بالألف. هون لو ضربناه هون هي بتصير 113 على 100 ضرب 14 على 10، الجواب على 1000. 14 ضرب 113. هلا مشان ما نقول انه والله الجواب قدامنا، شلون بضربها هي؟ نقدر نسوي عمودي وهي. لا 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 لا، ليش ليش الأربعة في 113 بعد كده الواحد في 113. لحظة لحظة لحظة، 14 كله ضرب 100 1400 زائد 14 ضرب 10 140. 14 في 3 بتحبوا تقولوا 42، بتحبوا تقولوا 10 في 3 30 و4 في 3 12، هاي 42. 2 و0 و0 2 4 و4 8 و0 8 1 و4 5 وهي 1 1500. طبعا ما لك مضطر لانك تحطهم تحت بعضهم تضرب يعني مثل الطريقه التقليديه، ما لك مضطر ابدا. حاول انك تغير عاداتك الحسابيه، عاداتك الحسابيه اللي انه احط كل شيء تحت بعضه واضرب وهيك، يعني شوي تقليديه، طلع من التقليدي. طيب نفس الشيء هون، هلا هون انت مضطر مثلا مثلا هي مثلا 4 33 ضرب 35، بدي انسى انه على 100 وعلى 1000 على 10 بتصير المقام يعني كله تحت 1000. اوكي شوف 35 لحاله ضرب 3 105، ضرب 30 1050، ضرب 4 هي 400، ما هي صفرين، ضرب 4 35 في 4 35 270، 4 35 140. اوكي 5 5 1 5 1، اذا رح يعطيني الجواب في عندي على 1000 هو 15.155 هو الجواب الاخير. لحد الان عم نحكي شغلات بسيطه ولا صعبه يا شباب؟ بسيط بسيط. نفس الشيء هون لموضوع القسمه. هلا القسمه هي 36، تقسيم ممكن احط 1.8 هون. طيب هون بدي انتبه لشغله، انا ما عندي فاصله، الفوقاني ما فيه فاصله، لو عملت له فاصله صفر في مشكله؟ لا لا، ما دام صار على يمين الفاصله نفس عدد الخانات تتبخر الفاصله بتصير 360 تقسيم 18. طب لو غطينا الصفر هذا اعتبرناه ما له موجود، 36 تقسيم 18 2 وقدامه صفر، الجواب 20. تمام؟ نعم. جينا على هدول. هاي بتصير 51.8 على 1.4. ما دام ما عندي او عفوا عندي نفس العدد من الخانات بعد الفاصله بتتبخر الفاصله بتطير. 518 على 14، انا لا اشتغله كاني انا ما بعرف شيء عن الموضوع، اثنيناتهم هذول بقبلوا القسمة على 2 فبقول له هذا تحت 7، هذا رقم رقم، ما بقول نص ال 500 وكذا، رقم رقم، الخمسة كم 2 فيها؟ فيها 2، شو بتزيد؟ 1 بحطه هون، صار الرقم هذا 11، كم 2 فيها؟ 5 بزيد 1، 18 كم 2 فيها؟ 9. طيب بجي بقسمه السبعة عدد أولي ما فيني أعملش فيه شيء. الخمسة عشرين كم سبعة فيها؟ ثلاثة. ثلاثة. طيب ثلاثة بسبعة 21 زاد 4 هون. طيب 49 هذا الرقم بقرأه على 7 7 خلصنا. تعامل معه كأنك ما بتعرف، أهون ما أنك تتعامل بدي أدور على عددين أضربهم و14 ضربش قد حتى يطلع معي 518، كثير متعبة للذهن كثير. حاول تتعامل مع الأمور بأبسط ما يمكن. واضح؟ طيب هون طبعا هون في عنا حفرة كبيرة. هون بقول لك 3 على 5 ناقص 2 على 5 1 على 5 في هون أولوية. الأولوية داخل القوس وداخل القوس في عندي أولوية للضرب. فخليني بقول 3 على 5 كما هي ناقص 2 على 5
ومشان أسهل الأمور على حالي بقول 5 على 100، وهي تقسيم 29 على 100. طيب مبدأ واحد مقامات، أنا ما عاجب لي الموضوع 3 على 5 ناقص 2 على 5 ولا راح أختصر، هي 5 على 100 وهي ضرب 100 على 29. طيب لو دخلت F 29 ودخلت بس المية على القوس، ده دخل أضربه بالأول اللي هو 3، وده أضربه بهدول 5 في 2 10 إلى آخره. شوف 100 كأنه ضربت بالثلاثة، قسمت على 5 صارت 20، في 3 60 ناقص 100 دخلت راحت مع المية اللي تحت على الثاني، راحت مع المية اللي تحت، وخمسة مع خمسة بتروح بتصفي 2 بس هاي، وظل عندي 1 على 29. طيب 60 ناقص 2 58 على 29. طب 58 بتنقص عن 60 تنتين، و 29 بتنقص عن 30 وحدة، وال 60 هي ضعف ال 30 في الجواب 2. ممكن تاني معلش؟ ممكن. ها أول شغلة عملتها أنا إني قلت 3 على 5 ناقص 2 على 5 ضرب 5 على 100 تقسيم 29 بالمية. هلأ ممكن أختصر هي الخمسة مع الخمسة، أوكي يعني كأسلوب آخر، 3 على 5 ناقص 2 على 100 ضرب 100 على 29. عم بحاول اتخلص من موضوع توحيد المقامات، يعني هون اضرب ب 20 وهيك، بتقدروا تضربوا ب 20 لكن انا بدي اشتغل مثل ما اشتغلت اول شيء. راح ادخل فقط ال 100 على القوس على الاول ثم على الثاني، 3 في 100 على 5 ناقص 2 في 100 200 يعني على 100، وهي 1 على 29 ضرب هي 29. طيب 200 على 100 2، وهي 1 على 29 كما هي، وهون 100 على 5 20 في 3 60، 60 راح 2 58 على 29 وهي 2. واضحة؟ استاذ هلا هي كانت 100 على 29 ونحن فوتنا ال 100 على داخل القوس، حتى لو كان غير ال 100 بنقدر نعمل نفس الشيء؟ اي شيء اي حدا بقدر، بس انا فوتها لانه راح تروح. شلون؟ تمام. طيب 4% هي 1 على 25، هي عكس الحالة اللي حكينا عنها قبل شوي. لحد الآن وصلت هلأ على موضوع الأعداد الدورية. لاحظ الكلام شوي دقيق لذلك خليكم معي. A B فاصلة C D E F G تساوي هذا العدد، مكرر فيه كم عدد؟ ثلاث خانات مكررة. قال منروح على المقام منحط بدل كل خانة مكررة 9 في المقام، تمام؟ إذن هي الفقرة بعنوان تحويل عدد دوري إلى كسر ناطق أو كسر يعني كسر بسط مقام، تمام؟ لاحظوا الآن من الفاصلة من هون حتى بداية التكرار منعد الخانات ولسعنا بالمقام، بدل كل خانة بحط صفر. أوكي مي؟ فوق بنزع الفاصلة وبنزع التكرار وبحط العدد بدون أي مكياج A B C D E F F G ناقص. الآن أحذف، مو أنزع، أحذف الخانات المكررة
والفاصلة ويبقى عندي العدد A B C D. مثال مثال مش ما كتير الحين يعني بالمثال نفهم الفكرة أسرع. لاحظ لو قلت لكم 2.153 تكرار هون، كم خانة عندي مكررة؟ بحط بدل كل واحدة 9. من الفاصلة حتى بداية التكرار كم خانة عندي؟ واحدة. بحط بدل 0. خلصنا من المقام. نجي للبسط. 2150 53 ناقص، بحذف الخانات المكررة وبنزع الفاصلة وبحط ناقص 21، ممكن ألاقي جواب هاي 3 ناقص 1 2، 5 ناقص 2 3، 1 2 9 9 0. بس واضحة؟ أستاذ هاي الطريقة بالبسط والمقام من... ما فهمت يعني لك. أكو بالمثال هنا منطينا بالبسط والمقام التكرار. إيه 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 ماشي. هلا هلا منحله، هلا بنشوف شلون. في أي سؤال أي استفسار عليها؟ لا لا. طيب نمسح معناتها. لاحظوا هلا هون بس في شغلة قبل ما، لو قلنا x صفر x هاي ممكن نكتبها 100 x زائد صفر في عشرة، إيه أو x في 100 نفس الشيء، يعني هي خانة المئات صح، وهي صفر في العشرات زائد واحد في x، يعني بتصير 101 x 101 x 101 x 101 x. نفس الشيء لو قلنا y صفر y كمان بتصير 101 y. واضحة هاي قبل ما أبلش حل التمرين؟ طيب تعالوا وحده وحده نشتغل بالتمرين اللي بين ايدينا. عبقول اكس فاصل صفر اكس تكرار وين صاير؟ هي خط الكسر الرئيسي وهي ناقص، وهي خط كسر فرعي، خط كسر فرعي، خط كسر فرعي، ناقص خط كسر فرعي. طيب اكس صفر اكس ناقص x صفر على 90. ليش 90؟ لأنه بعد رقمي لأن التكرار واحد وحطت بدلها 9. أيوة طبعا هون حطيت صفر لأنه في خانة بغض النظر عن إيش قيمتها. طيب فوق y صفر y ناقص y صفر على 90 كمان، نفس الشيء تحت x x ناقص x على 9 واي واي ناقص واي على 9. طيب طبعا نحن متفقين قبل انه الواي واي هي 11 واي صح، واكس اكس هي 11 اكس صح. طيب البسط مقاماته موحده 90 والمقام مقاماته موحده 9، وفيني اختصرهم وبيبقى هون 10، هي متفقين عليها كمان. طب اكس او اكسين هي 11 اكس ناقص اكس 10 اكس مو ناقص 11 واي ناقص واي كمان 10 واي، مو هيك؟ تمام. طيب اكس صفر اكس صفر هي مو هي 10 اكس؟ هي نفس الشيء هي. طيب اكس صفر اكس اكس صفر اكس ايش اتفقنا عليها؟ هي 101 اكس 101. طب 101 اكس ناقص 10 اكس شو بتعطيني؟ 91 اكس، نفس الحكي 91 و... طيب هلا فيني اقول وبغير لون انه هي خط كسر، هي العشرة موجوده وال91 عامل مشترك، ببقى عندي اكس ناقص واي في المقام، هي التسعة راحت وهون بطالع العشرة عامل مشترك x ناقص y. الآن بدك تستمتع بالاختصارات بشكل لطيف جدا، هاي ال x زائد x ناقص y x ناقص y مع بعض، وهي العشرة بتنضرب بالعشرة بصير الجواب 91 على 100، والجواب هذا هو.
سهلة ولا صعبة؟ صعبة. لا سهلة بس بدها تركيز، يعني تركز كتير لحتى ما ندخل بالحل. هي فيها كتير ضخ من المعلومات لبين ما واحد يوصل لفكرة الحل، لكن نرجع هيك بعجالة سريعة منحلها. طلع أول شيء جيت على الفك الأساسي x صفر x دوري، بقول له هي x صفر x ناقص، لحط لكم ضوء عليها وين عم نحكي، يعني مركزين معي، x صفر x ناقص x صفر على 90 ناقص نفس الحكي y صفر y ناقص y صفر على 90، تحت x و x ناقص x على 9 ناقص y و y على ناقص y على 9، مقام موحد في البسط، مقام موحد في المقام، حطيت المقامات وجيت نعالج وحدة وحدة، التسعين والتسعة منختصرهم ضل عندي عشرة في البسط الفوقاني، هدول بعد ما عالجنا ال y صفر y اللي هي 101، عفوا x صفر x اللي هي 101 x ناقص 10 x طلع 91، ونفس الحكي هون تحت 11 x ناقص x 10 x، ونفس الحكي 11 y ناقص y كمان 10 y، طلعت 91 عامل مشترك، طلعت 10 عامل مشترك، اختصرت ال x ناقص y ال x ناقص y، ال 10 ضربت بال 10 وطلعنا خالصين، وكف الله المؤمنين شر القتال. هل أصبتم بالجامدة أم بعدكم؟ لا تمام. طيب نروح لتحت. هلأ على يعني هو الفكرة هون طرقت كطارق، وهلأ شوي تاني رح يعرضها مرة تانية. هلا اذا عندي كسور فيها فواصل، انتوا الفواصل ما بتحبها، مين بحب الفواصل اللي بعرف اتعامل معها؟ نحط صفر جوا. يا عيني عليك يا عيني عليك، ونحط صفر بعدين صفر. تتبخر الفواصل بشكل لا ارادي، التبخر لا ارادي للفواصل هون بصير، فبصير 144 على 120 زائد 121 على 110 تساوي 144 مع 12 ضل 12 فوق وتحت 10، 12 على 10 زائد 121 على 11، 11 كمان 11 على 10، 11 و 12 20، 23 على 10 يعني 2.3. تمام. نفس الحكي هون، دائما بهيك حالات بحطوهم الارقام قريبين من نفس العيله، يعني بقبلوا القسمه على بعضهم، حطينا صفر هون ما بدها، حطينا صفر، لاحظوا خط الكسر الرئيسي هاي 190 على 70 76، طيب هاي 650 على 13 وهي 42 على 21، طبعا هاي مبينه 2، هي شيل الصفر 65 على 13 5 وقدامها صفر 50، اذا صارت 50 ناقص 2 على هدول بقبلوا على 19، شلون عرفتون 190 على 19 هي 10 ال 76 بتقبل على 19، شلون عرفتها؟ مو لاني حفظانه، لا لانه ال 19 اقل من ال 20 بواحد، ال 76 اقل من ال 80 بأربعة، وال 80 هي اربع عشرينات، فبتصير هي أربعة. واضح شو حكيت؟ معلي تعيد أستاذ؟ معلي 190 واضح إنه بتقبل على 19، هي لا غبار عليها. صرت أفكر في 76، 76 هي أقل من 80 بأربعة صح؟ صح. طيب ال 19 أقل من 20 بواحد، وال 80 هي أربع عشرينات، معناتها 76 تقسيم 19 4، طيب 50 راح 2 48، وهي الأربعة راح تطلع تضرب فوق ضرب 4 على 10، 48 في 4 ما بدي كثير أتعب حالي، 48 مين أقرب رقم صحيح إلى يعني ما فيه فراطة، 48 فراطة تعتبر بالنسبة لل 50، 5 4 50 في 4 200، 200 ناقص 8
192 على 10 يعني 19.2. يمكن دوختم الحسابات ما؟ لا شوي. يعني مش قد شي بخمس ليرات؟ طبعا برجع بقول لكم موضوع الارقام شغله كثير كبيره، ولازم يكون هذا من خلال انت شغلك بالبليوس راح يكون عندك شيء اسمه الحس الرقمي، وهذا الحس الرقمي يعني شغله كبيره. طيب نمسح. نفس الشيء هون عم بحكي شلون يعني مثل هذا هون شلون كتبنا يعني هون شرح الدوري 35.244444 إلى آخره نفس الشيء كأنه كتبناها 35.2 أربعة دوري أربعة بس كان فوق بار أو خط هي دوري 1.5 1.5 دوري 1.123 نقول له عفوا 3.123 دوري 0.2222 هو 0.2 دوري نفس الشيء 3 على 10 هي 0.3 ايه اوكي 3 على 10 هي 0.33 دوري اوكي وهكذا تمام. لاحظوا القاعدة اللي قبل شوي كتبتها ها هي متربعة هنا في وسط الصفحة تمام. شايفينها؟ نعم. طيب تعالوا نشوف هذا نحول هذا العدد لها يصير هذا 0.3 هي عبارة عن 3 على 90 قسم على 3 بس مقام 1 على 30 خلصنا بالقسم الطويل راح يطلع معك هيك نفس الحكي نفس الشيء 0.1 شلون 3 على 90 90 هي بدل الخانة المكررة حطيت 9 من نعم. الفاصلة حتى نصل للتكرار استبدلناها بصفر بالبسط ما في غير عند 3 صح؟ بس شلون عرفنا انه يعني شلون عرفنا التكرار 9 تكرار 9 شلون يعني؟ الخانة المكررة واحدة بابا اي حطيت بدل 9 نحن بدل كل خانة مكررة نستبدل بتسعة دائما اوكي 0.052 التكرار فقط فوق 2 بدل كل تكرار بحط 9 من الفاصلة حتى بداية التكرار كل خانة استبدل بإيش؟ بصفر وهون العدد لو شلنا الفواصل لا أنا رحت رحت أنا على القانون اللي قبله فشوية خربط يلا بسيطة بسيطة مو مشكلة شو متغدي اليوم؟ والله ما لا تقول لي مكسوف لا نسيت دونر شاورما شاورما عافية تونسون صوت أعتقد أنه أنتم معظمكم أعماركم دون العشرين أنا 21 21 أنت بحق لك تطلع يعني وأنا 21 أنا 17 هدول اللي تحت العشرين كلهم راحت عليهم هدول بدي أقضوها بالبيت انتبهوا على موضوع الأكل والشرب ها يعني موضوع والله كثران بالنسبة لي ما في مشكلة أستاذ خلينا بالبيت أحسن والله يعني سبحان الله عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إن شاء الله إن شاء الله ما حدا عندكم حواليكم مصاب شغلة أستاذ هذا البحث إيش بتضمن؟ هل هذا البحث بتضمن الكسور وعمليات على الكسور الكسور الدورية بس كتير بسيط هلا بنخلصه ان شاء الله هلا يعني ما راح نخلص نتركه الا يكون مفروم فرمان طيب ان شاء الله ما في حدا حواليه مصاب او شيء لا احنا عندنا البنايه كامله مصابه بس احنا لا الحمد لله رب العالمين الله يشافيهم جميعا يا رب انا كنت مصابه الحمد لله على السلامه الله يسلمك
كيف الأعراض كانت إن شاء الله؟ ما أنا لا، هي هو انا اللي عندي كانت المفروض خفيفة، بس هي ما كانتش سهلة خالص يعني. في ألم بالوهن بالجسم بشكل عام. وجع في الجسم وصداع وسخونية حرارة يعني مستمرة. ف هو كان الله يسامحك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا نكمل. موضوع الكورونا أحسن نكمل فيه. لا، وين كورونا؟ كورونا هاي خط كسر. يلا ساعدوني، هاي خط كسر آخر، هاي زائد، هاي خط كسر، وهي ناقص، وهي خط كسر، وهي خط كسر. هون بنقول 21 ناقص 2 على كم؟ 90. والثانية 12 ناقص 1 على أيضا 90. وهون 21 ناقص 2 على أيضا 90. هون 16 ناقص 1 أيضا على 90. هلا هون 90 وهون 90 مقامات موحدة، وهون مقامات متساوية، كلها بتطير المقامات مع بعضها. ما طارت المقامات كلها. 21 ناقص 2 19 زائد 12 ناقص 1 11 مجموعهم 30. وهون تحت 19 ناقص 15 وتساوي 4. ممكن اختصر على 2 بتصير 15 على 2 يعني 7 وبشق. تمام تمام. لاحظوا هون ما رح نتعامل مع الموضوع بشكل تراديشنال، شوي رح نغير بالفكرة. شو رأيكم نشيل هذا الواحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة وهذا الأربعة؟ واحد واثنين، ثلاثة وثلاثة، ستة ناقص أربعة، اثنين، هاي اثنين. رح يضل عندي 0.1 دوري زائد 0.3 دوري زائد 0.4 دوري ناقص 0.6 دوري. طيب هدول هاي زائد وكلهم مقاماتهم 9، لأنه هدي يصير 1 على 9 وهذا 3 على 9 وهذا 4 على 9 وهي ناقص 6 على 9. طيب 1 و2 و3 4 و4 8 8 ناقص 6 2. طيب المقام 9، 9 ضرب 2 18 زائد 2 20. الله صح، تمام تمام. يعني مرة هو ينطي العشري ويريد كسر، ومرة يريد كسر. أيوة بالعكس. بوكادر. طيب هلأ هون أكيد أنا لست مطالب بتحويله لكسر حتى أقارن، بس بقول له لاحظوا الإكس هي 3.4. المكرر مين هو؟ 5 و7، يعني 5 7 5 7 بلا بلا بلا. طيب الواي هي 3 فاصلة، المكرر الكل 4 5 7 4 5 7 بلا بلا بلا. الزد هي 3.4 5 7 7 7 7 بلا بلا بلا. طيب تعالوا نشوف شلون بنقارنهم. ناخذ لون ثاني، الثلاثات مثل بعضهم ما طلعت عليهم، الأربعات مثل بعضهم ما طلعت عليهم، الخمسات مثل بعضهم ما طلعت عليهم، سبعات مثل بعضهم. طيب جينا لهون، أكبر واحدة السبعة، معناتها الزد هو أكبر واحد، بعده الخمسة يعني الإكس، بعده الأربعة يعني الواي، آخر شيء خلصنا بهالبساطة. إذا محطهم بالعكس، يعني الزد أكبر واحدة، الإكس بعده، الواي بعده، زد إكس واي، الإجابة سي. تمام تمام. هلا في ملاحظة حبذا لو قلناها، لو قلت لكم مثلا شو الفرق بين 2.3 دوري و 2.33 دوري؟ تعالوا نشوف نحكم نحن بنفسنا. هذا بيعطيني 23 ناقص 2 على 9، صح؟ يعني 21 على 9. طب هذا بيعطيني 233 ناقص 2 على 99، يعني 231 على 99. طيب
هلا واحد واثنين هدول، واحد واثنين بالنص هدول المجموعون ثلاثة صح؟ معناتها هذا 11 ضرب 21 على 11 ضرب 9. 11 مع 11 بتروح صفي 21 على 9، لما نفس الرقم معناتها هدول متساويات. شلون صار؟ شو سؤالك؟ أقول أستاذ شلون صار؟ شو اللي صار؟ خربطت بال 11 يعني. شوف عندك هذا اللي شايفه الثلاثة؟ نعم. هو مجموع هاد وهاد ولا لا؟ نعم. إذا بتشيل هاي الثلاثة وبتقرب العددين من بعضهم بصيروا 21 وبتضربه ب 11، لأنه أي عدد بس أعطيني عدد أضربه ب 11، أعطيني عدد من خانتين، هاي 53 ضرب 11 بتقول له تكتب الخمسة هون والثلاثة هون، بعد بيناتهم تجمع الخمسة والثلاثة 8 بتحطها بالنص. إذا كان العدد النصيني جمع الأولاني والإخراني فهو يكتب على شكل انزع النصاني بصير 50 53 ضرب 11. قاعدة صعبة شوي منها بس حلوة. لا تقلي واضحة يا شباب؟ نعم استاذ واضح. الباقيين كلهم موجودين معنا؟ لا طلعوا. خلص الدرس. طيب انا رح اروح لاخر شغله بالدرس، اخر شيء بالدرس رح اروح عليه ونبلش نشتغل فيه. فرمنا التشابتر الان كله وهي نحن الان في اواخره. يلا نشوف. هلا في شغلات عم بقدم لي وباخر لي هو والى اخره، نحن تعالوا نتعامل معه وناخذه عقد عقله معلش. طيب هي شايفينها ما هي الا متطابقه. نحن عندنا اذا كان A ناقص B للتكعيب بتكون A للتكعيب، وهون اخر وحده ناقص B للتكعيب، وهون ناقص 3A مربع B، وهون زائد 3AB مربع. لاحظوا هي مطابقة تكعيبية. فعم بقول انه ايش هدول، تعالوا نطرحهم. هلا لو طرحناه هون بيطلعوا A ناقص B ايش بيطلع؟ هي بتروح وهي بتروح وهي بتروح، 3 ناقص 5 ناقص 2. ناقص 2 لو كعبتها بيطلع ناقص 8. واضحة؟ لا مو واضحة. طيب هي متطابقة. متطابقة لو كان عندي x ناقص y للتكعيب، شلون بفكها؟ هي مكعب الأول وآخر شيء ناقص مكعب الثاني، وهون ناقص وهون زائد، بطلع أربع حدود. شلون بتذكري هاي؟ x ناقص y للتربيع أو x زائد y للتربيع، هاي بتكون x مربع ناقص 2xy زائد y مربع، وهي x مربع زائد 2xy زائد y مربع. هي وفي عندنا هي x زائد y مكعب، كله مكعب، تعطيني مكعب الاول وهي اخر شيء مكعب الثاني، وهي هون في عندي 3 وهي هون في عندي 3. مره الاول مربع الثاني بدون مربع، بعدين الاول بدون مربع الثاني مربع، هي اربع حدود، وهي كمان 3 مربع الاول ضرب الثاني، والثلاثة زائد طبعا زائد الأول ضرب مربع الثاني. هدول متطابقات. بالتالي أنا عطيني هاي متطابقة، هاي ما هي إلا A ناقص B والكل مكعب. طيب بالتالي لو طرحتهم هدول من بعضهم، حطينا هيك وطرحنا، واحد ناقص واحد صفر، صفر راح صفر صفر، ثمانية ناقص ثمانية صفر، ثلاثة ناقص خمسة، الجواب هو ناقص اثنين. إذن الجواب هو ناقص اثنين للتكعيب، والجواب هو ناقص ثمانية. هذا هو جواب سؤالنا. تمام. طيب طلعوا لي على التمرين اللي بعده. هاد AAA زائد BBB زائد CCC على A فاصلة A زائد B B فاصلة B زائد C C فاصلة C. طيب طيب شو رأيكم أضرب البسط المقام بعشرة؟ حد عنده مانع؟
ليش؟ لأنه بعد الفاصلة عندي هون في رقم بدي أخلص منه. تمام؟ طيب العشرة اللي فوق عفتة، يعني ضل عندي AAA زائد BBB زائد CCC ضرب عشرة، ما دخلتها تحق لي هاي العشرة ده أضربها بتصير AAA زائد BBB زائد CCC وباي باي باي، ضل عندي عشرة وخالصين. واضح؟ تمام. خلصنا، نجي على هاد. هلأ هون يعني بدنا نحاول، يعني مثلا مثلا لو قلت لكم 4.04، ما هي 4 على 100؟ وهي نفسها 4 على 10 قوة 2، وهي 4 ضرب 10 قوة ناقص 2. طبعا هدول الموضوع القوى والفواصل والقصص لازم يكون يعني شوي نتمرس فيهم أكثر. واضحة هاي شلون شرحتها؟ هاي اللي طلعناها فوق صارت سالب. يا عيني عليك يا بطل، هذا هو. طيب وصفر فاصلة صفر صفر واحد هي فيني أكتب مباشرة 10 قوة ناقص 3 دورمو. طب وأربعة قوة ناقص 2 هاي تحت 1 على 16. طيب تعالوا نشتغل، معلش أمسحون. واضحات؟ طيب لاحظوا هلأ هاي هاي ناقص 4%، متفقنا أنه هي 4 في 10 قوة ناقص 2 والكل قوة ناقص 3. طيب ناقص 5 للتربيع بتصير 25، طبعا عم نحكي عن ضرب، وهي ضرب، وهي 1 بالألف يعني 10 قوة ناقص 3 لكن مرفوعة لقوة 2 تقسيم. هاي ناقص 5 للتكعيب ناقص 125، وهي 1 على 16. لهم متفقين؟ طيب هاي خط كسر، هاي ناقص 125 تكعيب، هذا اعتبره تكعيب للسالب، سالب. طيب 4 قوة ناقص 3 مو هو 1 على 64؟ لأنه 4 قوة 3 64، 4 قوة ناقص 3 1 على 64، وهي 25. طبعا كان فينا نختصر 25 وال 125 ضل معي 5 فيني أعملها. إذا شلناه مشان نقلل من العمليات الحسابية. طيب هاي ضلت 5 تحت، وهي 1 على 16، وفي عندي هون 10 قوة ناقص 2 ضرب ناقص 3 بتصير 10 قوة 6، لأنه ناقص 2 ضرب ناقص 3 زائد 6، وهون عندي 10 قوة ناقص 6 ضربهم في بعض بيعطيني 10 قوة 0 يعني 1. الناقص هاي مع الناقص هاي باي باي. ال 64 وال 16 ضل 4 فوق، إذا الجواب بضل في البسط 1 على 4 وفي المقام 5 بس. ال 4 بتضرب بال 5 بصير 1 على 20. طيب ال 1 على 20 لو ضربت البسط والمقام ب 5 بصير عندي، عم ببحث هون مشان اسوي مقامات مئويه عشريه الف الى اخره، 5 على 100 يعني 0.05 وكدر. شوي في تركيز زياده معلش، يعني قصور باكما سكنتي بارما. يلا خاردشم. ها طيب تعالوا نشوف هالكائن اللطيف اللي رقمه 15. 0.x يعني ما هو x على 10 زائد 0.y دوري هي y على 9 تساوي 29 على 45. طيب أنا حابب أوحد المقامات، بدي أضرب هاي بتسعة، هاي بعشرة، وهي باثنين. صار المقام هون 90 وهون 90، وما راح أستنى عليه هون أقول لهم باي باي. طيب 9 إكسات زائد 10 وايات تساوي 29 في 2 قبل شوي مرت معنا 58. طيب
صارت عندي المعادلة الأخيرة 9x زائد 10y تساوي 58. طيب لاحظوا، لو إن في عندي 50 و 8، طيب لو عطيت للواي 5 ما بيشتغل صح؟ طبعا لا تنسوا إنه الإكس والواي كونهم خانات فهني شيء محصور من الواحد للتسعة، يعني ما في عندي أكثر أعداد من واحد لتسعة، من خانتين خانة واحدة. طيب بالتالي لو صارت هاي خمسة ما بشتغل، طب تعالوا نجرب أربعة. أربعة في عشرة 40، لو نقلتها للطرف الثاني 58 ناقص 40 18، بتصير الإكس 9 إكس تساوي 18، يعني هي 2. هو بده إكس واي ناقص إكس، الواي 4 ناقص إكس 2، وطرحهم هو 2، وهذا اليوم تشلنا الريدة. صعب؟ معايا يا شباب؟ معاك السماء. في حدا ضدي؟ بس أفكر على اللي شون سويت، إنه 9 الإكس ضفت عليه 2 والواي 4. هي تجريب، أنا بدي أخذ الأعداد من 1 ل 9، بدي أجرب اللي أجرب فيهم بس، أوكي؟ نعم. طلعت هاي 5 50، يعني 10 خمسات بصير 50، بضل 8 أقل من 9 ما بيشتغل. طيب جربت الأقل منه اللي هي 4، 4 عشرات 40، ضل عندي 18 اللي هن 9، 9 في ضرب 2. دغرمه تجريب. هي معادلة بمجهولين تجريب، لكن أنا عندي مجموعة تعويض ثابتة من 1 ل 9 لأنه هي عندي خانات. النشط تكمل. تمام. الله يرضى عليك. طيب طلعوا يا حمد، إيش عم بصير معنا هون؟ بالتمرين 10 شايفينه؟ A و X عددين من Z. عم بقسم لي هذا الرقم مع هذا الرقم، بطلع معي A ضرب X قوة، عفوا 10 قوة X. أوكي بده أصغر قيمة ل X و طيب هاي أول وحدة 9 بالألف، يعني هي 9 في 10 قوة ناقص 3، وهي 27 بالمئة ألف، يعني هي 27 في 10 قوة ناقص 5. دورمو. نعم. طب 9 بالعشرة تربيعة 81 بالمئة، يعني بعشرة قوة ناقص 2. طيب الواحد وثمانين 27 81 ضل 3 تحت، 9 على 3 ضل 3 هون، خلصنا من الأعداد. جينا على العشرات، ناقص 3 وناقص 5 ناقص 8، راح منه تنتين 10 قوة ناقص 6. طيب الA هاي هي الA، هاي 3 والX هي ناقص 6، ومجموعهم كم؟ ناقص 3، وهذا هو. تمام. بعتقد هذا التمرين قبل شوي مر علينا مثله صح؟ شو ايش بنسوي هون؟ مين بيقول لي؟ سد نكتب الاعداد. ايوه بنفرطهم بس، وبنفرطهم بنشوف نقارن خاني خاني، خلصنا. في داعي حله؟ لا. حلو كتير. طيب نجي على هدول، واحد واثنين وثلاثة ستة زائد مقاماتهم على تسعة صح؟ هي كله بالبسط، واحد على تسعة واثنين على تسعة وثلاثة على تسعة ستة على تسعة. طيب تحت هاي 555 ناقص 55 على 90. طيب 555 ناقص 55 500 على 90، وما بستنى على الصفر، مع الصفر بروحه. هون 6 في 9 54، و6 60 على 9، عفوا 60 على 9. هاي التسعة مع هاي التسعة باي باي، ضل عنا 60 على 50، والصفار تبخرت 6 على 5. الإجابة إي. تمام تمام تمام. طيب مين بقول ليش نسوي بهذا التمرين؟ يلا طيب يلا تفضلوا.
سيد أول شيء نمشي على القانون اللي أخذناه. يا عيني عليك نقل لي معلش. يلا هاي شوف ثلاثة مع التسعة رح أروحون وعيفون ثلاثة معلش. نعم هاي خمسة على ثلاثة يساوي هون ايش وبعدين صفر فارزة اي. اوكي ايش هسوي يعني نكتب رأسا نطبق القانون رأسا اي بي ناقص اي على تسعين زائد بي اي ناقص بي على تسعين. طب هاي معلش اضربها بثلاثين بس مقام مشان اروح التسعينات انا ما نعيش بيني التسعينات كلهم تبخروا هاي وهاي مع هاي خالصين. هلا اي بي اي بي مو هن 10 اي هاي 10 اي زائد 1 بي وهي ناقص اي وهون 10 بي هاي زائد اي ناقص بي. طيب لاحظوا ناقص بي وزائد بي راحت زائد اي وناقص اي راحوا 10 اي زائد 10 بي يعني طلع 10 عامل مشترك هاي اي زائد بي تساوي 150. اختصرنا على 10 صار عندي A زائد B تساوي 15. طب أكبر ضرب إلون إيش هن؟ إيش العددين مجموعهم 15؟ شلون كنا نطالع أكبر ضرب إلون؟ 8 و7 8 و7 بالضبط 7 و8 أكبر ضرب إلون هو 56. طب أصغر ضرب إلون إيش هو؟ 14 و1 14 و1 14 و1 14 1 اصغر جمع لهم صح اي قصدك ال 1 زائد 14 15 هو مجموعهم اوكي بس بيعطوني كضرب 1 ضرب 14 14 اذا الميني لو حبينا نطالع الميني ضرب ميني الضرب اي زائد ضرب بي هو راح يطلع 14. نقدر نقول 1 و14 نقدر نقول 1 و14 ما اي طبعا 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 هذا الميني في حاله الميني اوكي نعم تمام امسح طيب جينا على هدول يا ساده يا كرام هون ايش بنساوي بنضيف اصفار طيب بخر الاصفار 12 على 120 هي 1 على 10 زائد 121 على 110 هي 11 على 10 وهي ناقص 1 على 10 1 على 10 هي مع هي بتروح بصفي 1.1 خلص هون طيب هاي 6 على 5 هاي 14 على 10 اللي هي 7 على 5 وهي 1 على 5 ضرب 2 يعني 2 على 5 والكل قوة ناقص 1 جمعوا مقاماتهم موحدة كلهم خمسات صاروا 15 على 5 يعني 3 قوة ناقص 1 يعني دلت. الحل ما لازم ياخذ معي كتابة كتير ياخذ معي اقل ما يمكن يعني لاحظوا هون انا كتبت مباشرة هي كاني 1.4 سويتها 14 على 10 ثم قسمت البسط على 2 والمقام على 2 صار 7 على 5 كتبت نزله وحده 7 على 5 خالص هيك لازم افكر يعني اذا بتقدر تختصر خطوتين اختصرهم عمليا انت عملته هذا كله عملته ضمنا مطلوب منك انجاز ضمن وقت قصير فحاول ان تسرع قدر ما تستطيع أنا اشتكمل تمام طيب ايش بخطر لكم من هالتمرين ثلاثة هذا هو نفس 0.2 دوري على 0.9 دوري زائد 0.1 دوري ناقص 0.5 دوري طبعا هذا عبارة عن 2 على 9 على 9 على 9 زائد 1 على 9 ناقص 5 على 9
تسعات كلها بتطير بتصير 2 على 1 9 10 ناقص 5 5 2 على 5 خلصنا. طب ليش البسط كله صار 0.2 دوري؟ تعالي نجمعهم، هذا 0.2 بحسن بحط صفار قد ما بدي. ايه البعده 0.02 وبحسن بحط صفار قد ما بدي، والبعده 0.002 بحسن بحط صفار، البعده حسب استقراءا رح يكون 0.002 ايه 0.0 وهكذا. لو جينا جمعناه هون صفار صفار 2 2 2 2 صفر صح؟ إذا معناتها هو 0.22222 ليوم القيامة بصير 0.2 دوري. تمام. طيب طبعا اللي بدي يشوف هذا التمرين بقول أنا شلون بدي أربع 3.04 بدي أضربها في نفسها؟ أكيد لا، نحن في عنا علاقة بتقول X مربع ناقص Y مربع ما هي إلا X زائد Y X ناقص Y، فمعناتها هذا بصير 3.04 ناقص 2.04 وهدول جمعهم 3.04 زائد 2.04 وتحت 0.508 هدول طرحهم واحد صح؟ واحد ضرب عدد هو العدد، هدول جمعهم بيعطيني 5.08 صح؟ 0.08 اي وتحت 0.508. طيب معلش احط صفار قد ما بدي قد ما بدي بحط صفار، تتبخر فواصل بصير 50.80 على 5.08. لو اختصرتهم مع بعضهم بيطلع الجواب كم؟ 10. الإجابة C. واضح؟ عيد؟ نعم تمام. لا استنى. طيب نجي على هذا نجي على هذا التمرين، عدد الفواصل هون مثل بعضهم نحط هون صفر وهون نفس الشيء، معناتها بصير 48 على 4 هو 12 زائد 10 على 1 10 16 على 4 4 10 ناقص 4 6 6 و12 18 خلصنا. هون A دوري على B دوري على 0.A دوري على 0.B دوري تساوي 6، يعني هاي بتصير A على 9 على B على 9 والتسعات بروحوا مع بعض تساوي 6، يعني A على B تساوي 6 على 1. فيني أطابق هدول لأنه أنا عندي الـ A والـ B خانات فبنتموا هن من الواحد للتسعة صح؟ معناتها الـ A 6 والـ B 1، ما هو دائما هذا الكلام ها؟ بس هون. طيب الـ A 6 هي 6 ناقص 1 والجواب 5، إذا الإجابة E. واضح؟ مو يعني لو قلنا مثلا بشكل عام مو هون مو بالخانات، لو قلنا A على B تساوي 2 على 3 ما فيني أقول إنه A تساوي 2 والB تساوي 3، ممكن أقول A تساوي 2K والB تساوي 3K، ممكن أقول هيك الكلام أوكي، هذا تناسب لأنه بينما لما بكون عندي أنا محصور بخانات 6 هي 6 على 1 صح؟ فبالتالي قدرت أطابق البسط مع البسط والمقام مع المقام، وهذا ليس دائما جائز إلا في حالة الخانات. واضحة الملاحظة؟ أشعر أني أتحدث مع نفسي، هل هذا صحيح؟ واضح أستاذ. الله يرضى عليك والإلهي. طيب 0.25 بالعشر تالاف، يعني هاي شلون بكتبها؟ 25 في 10 قوة ناقص 4 ضرب 5 في 10 قوة ناقص 2 على 125 ضرب 10 قوة ناقص 3، 5 و25 مع 125 اللي بقي بحياتكم ناقص 4 وناقص 6 ناقص 3 مع ناقص 3 بضل 10 قوة ناقص 3 وهذا هو الجواب. نجي على هاد تمرين A، A تساوي
صفر فاصلة اي. طبعا هون ننتبه انه الاي هي من الواحد للتسعة، تمام؟ طيب الاي ايش تساوي هون معناتها؟ بقدر بقول عنها هي اي وعشرين ناقص اي على تسعين، والبي هي كمان على تسعين، هي اثنين وايين، وهي اي وعشرين ناقص اثنين. طيب لو جيت اجمعهم، لو جمعناه هون اي زائد بي بدها تصير المقام تسعين، صح؟ هي عشرة اي، صح؟ ناقص اي تسعة اي، وهي زائد اثنين. طبعا هذا يساوي كله عطيني اياه على تسعة وثمانية على تسعة. طيب عشرين زائد اي، عشرين ناقص اثنين 18، هي 18 اي 18 عفوا زائد اي. طيب تسعة اي واي عشرة اي زائد 2 و 18 20 على 90 يساوي 8 على 9. طيب الصفار لو طالعتهم من هون عامل مشترك واختصرتهم مع التسعة الصفر هاد، والتسعة مع التسعة بتروح. هلا 10 اي عفوا مش 10 اي لحاله زائد 2 تساوي 8، معناتها الاي ايش تساوي؟ ستة. إذا الـ A تساوي إلى ستة، هذا هو الجواب. واضح؟ تمرين بتشوفه بدايته ممكن يكون معقد، لكن نحن لازم نحاول نبسط قدر المستطاع. يعني هاي الفكرة هون تعتمد إنه هاد A في عشرة، عشرة A، هاي عشرين، هاي A، هاي اثنين. أوكي؟ عم بحاول أجمع وأطرح بحيث إنه نوصل للجواب. تمام لهون؟ طيب. تمام. مين بخطر له يعمل شيء بهذا السؤال؟ هاد نضيف فارز او صفر استاذ لو هلا في عندي اسلوبين، ممكن اساوي هي 3 على 10 والعشرة ادخل على الاول والثاني والثالث في المقام، لانه هي في المقام اصلا، فبروحوا مع بعضهم هذول كلهم A زائد B زائد C، بصير على A على A واحد، A B على B واحد، و C على C واحد، فبصير عندي واحد زائد واحد زائد واحد مضروبة في ثلاثة يعني تسعة. جواب هو تسعة بس. أو أسلوب آخر إنه ثلاثة بالعشرة فيني أكتب ثلاثة ضرب صفر فاصلة واحد، وهي عندي A على 0.A زائد B على 0.B وهي C على 0.C. طيب لو دخلت على الأول صارت A على 10 مع بعض الراح وصار واحد، ولو دخلت على الثانية صارت 0.B على 0.B كمان واحد، ولو دخلت على الثالثة كمان تصير زائد واحد، وهي ضرب ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، خلصنا. تمام؟ تمام. جينا على هاي، جينا على هاي، في سؤال استفسار؟ طيب جينا على هدول، هدول اللي ما بيعرفون هن عبارة عن A زائد B للتربيع. طيب تعالوا نجمعهم، واحد وتسعة عشرة صفر باليد واحد، عفوا واحد هون صفر باليد واحد فوق اثنين، واحد واثنين ثلاثة وسبعة عشرة كمان صفر بيد واحد، واحد وثمانية تسعة واحد عشرة صفر بيد واحد، واحد وأربعة خمسة وخمسة عشرة، إذا هي عشرة، إذا هدول صاروا عشرة، عشرة للتربيع يعني مية، يعني خلصنا. طيب أستاذ المتطابقات في عنا بحث ضمن منهجنا؟ طبعا 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 لا تشبعي متطابقات، توزعي على الجيران كمان. طيب هلا السؤال 11 شايفينه؟ نعم. هدول شو قسمتهم؟
0.1 وهدول شو قسمتهم 0.01 وهدول 0.001 لو جمعتهم بصيروا 0.111 خلصنا. هدول هون فواصل ممكن تبخيرها. طيب 44 على 11 4 زائد 32 على 16 2 قدامها 0 20 ناقص 64 على 16 4 قدامها 0 40. طيب 20 ناقص 40 ناقص 20 زائد 4 ناقص 16 خلص. هلا السؤال يمكن بخطر على بال الكل انه انا شلون ممكن اوصل لهي السرعه.